نقول مبروك، نقول ألف مبروك للأهلاوية تحقيق الثلاثية. ثلاثية الحقيقة أهلاوية تاريخية واستثنائية. والحقيقة قبل إنجاز الثلاثية والجمع بين دوري الأبطال والدوري العام وبطولة كأس مصر، الحقيقة لابد إن احنا نسجل شهادة تقدير للجيل ده من اللاعبين. الحقيقة أنا بعتبره جيل استثنائي، تتفق تختلف تحطه في مقارنات مع أجيال تانية كتير، لكن تحقيق الثلاثية المرة دي وعلى الرغم من أنها ثالث مرة بيحققها النادي الأهلي إلا إنه مختلف جملة وتفصيلا. موسم استثنائي، خدوا بال حضراتكم إنه الثلاثية دي بتحط النادي الأهلي في قمة ترتيب أندية العالم اللي حصلوا أو حققوا الثلاثية. نتكلم تقريبا في كل أندية الكوكب ده 21 نادي فقط قدروا يحققوا الثلاثية ويجمعوا بين دوري أبطال القارة بتاعتهم مع الدوري والكاس المحليين. 21 نادي على مستوى العالم، الأهلي بيحتل صدارة الترتيب فيهم مع أوكلاند سيتي، وبيجي وراه في الترتيب بايرن ميونخ وبرشلونة. لكن الحقيقة مش ده المهم، الأهم من ده هو الموسم والظروف اللي قدر النادي الأهلي أن يحقق فيها الإنجاز العظيم والكبير ده. إحنا متفقين أنه موسم صعب جدا وشاق جدا وطويل جدا وفي مطبات كتير قوي، أولها طبعا هي الإصابات أو الغيابات اللي كانت بأسباب كتيرة جدا، منها الإصابات ومنها الإيقافات ومنها ابتعاد أسماء كبيرة عن فرقة النادي الأهلي، ورغم كده الأهلي كمل مشوار. منها تغيير جهاز فني، منها تعرض الفريق ونجوم النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا لانتقادات شديدة جدا، ورغم كده قدروا يكملوا المشوار للنهاية ويوصلوا لتحقيق إنجاز أعتقد أنه يمكن يكون أو هيكون الإنجاز الأهم في تاريخهم، ولسه عندهم فرصة أنه يكون في المزيد. مبروك على كل الأهلاوية اللي بيتابعونا، ومساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا سارة، وألف ألف ألف مبروك. ألف مبروك عليك يا أحمد، ألف مبروك لينا كلنا، وألف مبروك طبعا لحضراتكم، والحمد لله على نعمة الأهلي. ده لسان حال كل أهلاوي دلوقتي. من أسبوع بالظبط كنا بنحتفل ببطولة غالية ومهمة وكنا مستنيينها بقالنا كتير قوي، والحمد لله النهاردة بنحتفل ببطولة جديدة وبنحتفل بالثلاثية التاريخية. يعني نقدر نقول إن الحمد لله رجالتنا حققوا الهدف اللي بنسعاله من أول الموسم، وزي ما أحمد قال موسم صعب وطويل وشاق وكله مطبات، ولكن قدرنا إن احنا نعمل ده بعد ما أمننا بطولة الدوري بفرق كبير عن أقرب المنافسين، وبعد طبعا الفوز بدوري أبطال أفريقيا على الغريم التقليدي الزمالك، وكانت فرحة كبيرة قوي ولسه حاسين بالفرحة دي واحنا مركزين على الأهداف اللي جاية. لكن كمان قدرنا ان احنا نفوز بنهائي كاس مصر على حساب طلائع الجيش، نادي كبير وقوي وقدم الحقيقه عرض محترم جدا وقدر ان هو يصعب المهمه على النادي الاهلي، وصلنا لركلات الترجيح، ولكن الحمد لله لعبتنا عندها من الخبره والقوه والتركيز ان هي تقدر تحسم مباراه زي دي، وان فعلا يضاف اسم الجيل ده زي ما احمد قال في التاريخ. يعني بعد الجيل الذهبي بنتكلم على مستر جوزيه ومعاه لعيبه عظماء كتير كانوا ابو تريكه وعماد متعب وطبعا بركات ووائل جمعه ومحمد شوقي، لعيبه كبير عشان ما ننساش حد، بس كانوا طبعا كلهم ضافوا اسمهم في التاريخ، والجيل ده الحقيقه قدر ان هو يحقق ده. قدرنا نفوز واحنا مبسوطين بالاهداف اللي جايه والتحديات اللي جايه، عينينا عليها ان احنا عندنا كتير قوي نعمله، والحقيقه رجالتنا كانوا قد المسؤوليه. احمد يعني لو هتكلم على الشناوي معاك برضو، يعني طبعا كلهم كانوا رجاله، ولكن لو بنتكلم على الشناوي قدر يثبت قد ايه القائد بيظهر في الوقت الحاسم اللي فريقه محتاجه فيه. قدر ان هو وقت ركلات الترجيح يدي الثقه للاعيبته للعيبه الاهلي من اول كره لطلائع الجيش. يعني هو انت ما دام داخله على ضربات ترجيح او ركلات ترجيح بتبقي مطمنه بدايه قبل ما تتلعب ان الشناوي موجود. صح. الحمد لله، وده الحقيقه واحد من العناصر التميز الاهلي الموسم ده كان محمد الشناوي او سوبر شناوي. لعيبه الاهلي كلها كانت رجاله، لكن شناوي الحقيقه كان نجم فوق العاده ويستحق ان هو يكون نجم الموسم. لكن ما اقدرش انسى حد، اللي حتى اللي لم يوفق في بعض المباريات اعتقد انه ساهم بشكل من الاشكال في تحقيق الانجاز ده. وخدوا بال حضراتكم انه في التوقيتات دي، يعني في لحظات الفرحه دي، انت بدايه بتحس انك انت فوتت الفرصه على كل حد تربص بيك، او كل حد حاول يعطلك، او كل حد حاول ينتقدك بشكل سلبي او بشكل ايجابي. في اوقات دي بتبقى حاسس انك انت عايز ترد، لكن يكفي فرحه انتصار اللي بتشوفها في عيون الاهلاويه، يكفي ان انا لما اقابل الناس في الشارع من امبارح لغايه اللحظه اللي بقابل حضراتكم فيها على الهواء دلوقتي، حاسس قد ايه انه الاهلاويه فرحانين، حاسس قد ايه انه كل اهلاوي منتمي للكيان ده، حاسس بحاله فخر شديده جدا، وده يخليك ببساطه تقول لنفسك نحن نترفع عن الصغائر. على كل الاحوال معانا كلام كتير جدا، خصوصا انه ودي واحده من التحديات الصعبه جدا، احنا عندنا سيزون
مكمل سيزن. يعني احنا لسه بنخلص كاس مصر امبارح بعد دوري عام وبعد دوري ابطال، ندخل على طول في بطوله الدوري، وندخل على طول في سوبر افريقي، وندخل على طول في دوري ابطال افريقيا السيزن الجديد. ده يستدعي وقفه مننا، ويستدعي ان احنا نرتب اوراقنا، ويستدعي شغل كتير جدا. واعتقد مستر موسيماني لاول مره من اول ما تولى المسؤوليه هيكون عنده مساحه الى حد ما، خصوصا طبعا بعد العائدين والصفقات الجديده، انه يرتب اوراقه. وكلام مع حقيقه كمان عن الصفقات هيكون موجود معانا في حلقه النهارده. الحقيقه احمد زي ما انت بتقول، يمكن كمان الجمهور على قد ما بنفرح وبنحتفل، احنا فاهمين كويس قوي ان جمهور الاهلي اللي كان بقاله فتره كبيره بيتكلم على دوري ابطال افريقيا وان هي الهدف المهم اللي احنا محتاجينه، لكن بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا على طول بقى جمهور الاهلي هي عايزين الكاس. دلوقتي بعد الفوز بالكاس الجمهور بيفكر في السوبر محلي وسوبر افريقي، وكمان طبعا كاس العالم للانديه، وان شاء الله نكون ايامنا كلها احتفالات. وانا زي ما قلت قبل كده انا مبسوطه ان انا كل كام يوم واقفه هنا بقول مبروك. مبروك صحيح، نتمنى انها تكون ان شاء الله باذن الله، ويكون وش قناه الاهلي حلو دايما على النادي وعلى نجوم الفريق، مش بس كره القدم، في كل رياضاته وفي كل البطولات. خلينا نبدا حلقتنا مع حضراتكم، وهنبداها باهم الاخبار والعناوين. الاهلي راحه سلبيه لمده 48 ساعه قبل انطلاق الموسم الجديد. الأهلي يتوج بثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه. صحف جنوب أفريقيا تحتفل بإنجازات موسيماني مع الأهلي. اتحاد الكرة ينتظر خطاب الكاف لتحديد الموعد الجديد للسوبر الأفريقي. الجنايني بيقول إعلان موعد انطلاق الدوري النهاردة، ونفاضل بين ملعبين للسوبر. دي بروين يعادل إنجاز صلاح في البريمير ليج. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة احنا حاسين بفخر كبير قوي واحنا ده جنبنا. الكاس ده بطولة غالية جدا، بطولة كاس مصر، ان احنا نقدر ناخدها ونحتفل بيها بعد تحقيق الدوري، وبعد تحقيق دوري ابطال افريقيا، وبعد غياب كمان. يعني لسه كان احمد بيتكلم معايا انه لا، بطولة غالية وغايبة عننا، وانه دايما كنت بقول على بطولة كاس مصر ان هي يعني مش سهلة ابدا، لانه فيها ساعات الحظ بيلعب دور، لانه فكره خروج المغلوب انت مش زي الدوري قاعد بتنافس فرق كتير لمده طويله وبتحتاج نفس طويل، وبعدين بقى نشوف في الاخر بالبوينتس مين اللي هيكسب وبالنقط ونحسبها. لا، بطوله كاس مصر بطوله بتحتاج، اي بطوله فيها خروج المغلوب بيبقى فيها صعوبه، يعني دايما ممكن يبقى فريق الخصم في يومه قوي وانت مش في يومك، غير بطوله الدوري. فالحقيقه ان احنا نقدر ان احنا نفوز بالبطوله الغاليه دي بعد فتره طويله، وبعد تحقيق دوري ابطال افريقيا والدوري، الحقيقه في فرحه كبيره قوي عند كل جماهير النادي الاهلي. وكنت بتكلم انا واحمد على فكره الروح الرياضيه اللي شفناها في مباراه امبارح، بنتكلم على الممر الشرفي اللي عمله لاعبي النادي الاهلي طبعا للاعبي والجهاز الفني لطلائع الجيش وهم رايحين يستلموا الميداليات، يعني حاجه مشرفه جدا، حاجه تبسط جدا. طبعا فريق طلائع الجيش فريق كبير ومحترم، وقدم مباراه مهمه قوي يا احمد وصعبها على النادي الاهلي. المشهد كله حلو، يعني بصرف النظر عن مين كسب مين خسر، يعني بعد ما الماتش انتهى تحسي انه هي دي الاجواء اللي احنا نتمنى انها تسود الرياضه طبعاً في مصر بشكل عام. كان بقى على ماتش نهائي، كان على ماتش عادي، كانوا على 3 بونت، كانوا في ماتش كاس، يعني نتمنى انه ده يبقى القاعده مش الاستثناء. الكاس ليه مهم؟ الكاس يمكن بالنسبه للاهلاويه مش البطوله الاصعب ولا البطوله الاهم، يعني فرحه الاهلاويه بالدوري العام وبدوري ابطال افريقيا اكبر بكتير، ودول يمكن يكونوا على مستوى المشوار والصعوبه اصعب بكتير جدا من كاس مصر. لكن الكاس ليه فرحه تانية غير البطوله نفسها، عارفه احساس السيطره الكامله؟ صح، يعني احنا مش هنسيب حاجه تعدي من تحت ايدينا ولسه نسر الجزيره ولسه ان شاء الله. فعشان كده بقول لك الكاس ده مهم جدا. والحقيقه يمكن وانا كنت بتكلم في البدايه ان البطوله الاصعب في واحد من عوامل الصعوبه لازم ان احنا نتكلم فيه، وده يدي اللعيبه حقها ويدي كمان جماهير النادي الاهلي حقها. اللعيبه دي خدت البطولات دي كلها بدون حضور جماهير تساند اللعيبه في مدرجات البطولات المختلفه، وحضراتكم عارفين قد ايه جماهير النادي الاهلي بتواجدها وبحجمها وبمساندتها للعيبه في الملعب قد ايه هي مؤثره. عشان كده بقول انه الجيل ده استثنائي، والجيل ده الحقيقه حقق انجاز اعتقد انه من الصعب على اي حد نتيجه لظروف كتيره جدا ان هو يكرره مره تانية. اتقال عليهم في وقت من الاوقات انه فرقه النادي الاهلي بقت فاضيه، واتقال عليهم ان فرقه النادي الاهلي ما فيهاش نجوم. لو دول مش نجوم مين يبقوا نجوم؟ لو دول مش ابطال دوري ودوري ابطال افريقيا وكاس، مين ممكن يكونوا ابطال؟
تحية تقدير واحترام على إصرار وعلى مثابرة وعلى جهد كبير جدا اتبذل، وعلى انتماء للكيان، وعلى روح فانيلا حمراء هي السبب الأول في حظ النادي الأهلي لبطولات الموسم الحالي سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي. تهنئة مرة تانية لأبطال أفريقيا، وتهنئة أكيدة طبعا لجماهير النادي الأهلي السعيدة جدا بالتتويج بالثلاثية. خلينا نتابع بقى الأخبار، لأنه زي ما قلت لحضراتكم الموسم أو الموسمين تقريبا يعني داخلين في بعض، يعني احنا لسه مخلصين ماتش كاس، هنبتدي ان شاء الله كمان اسبوع من النهارده نلعب اول مباراه في الدوري العام. عندنا طبعا ماتش السوبر الافريقي اللي لغايه النهارده زي ما قلت لحضراتكم في نهايه الاسبوع الاخير ان التوصيات بتقول انه احتمال يتلعب يوم 18 و22 او 23 ديسمبر. عندنا ماتش الذهاب في دوري ابطال افريقيا نسخه 2020 2021، وعندنا كمان لقاء الزمالك يوم 28 في نهايه شهر. فاحنا الحقيقه موسم او موسمين متواصلين، والمواجهات اللي جايه كلها مهمه جدا وكلها صعبه جدا وكلها تعتبر على بطوله. اكيد عايزين نقول بقى للناس انه خلاص يعني بيت موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم قرر ان هو يمنح اللعيبه خلاص راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه، وده طبعا بعد التتويج بكاس مصر على حساب طلائع الجيش. الاهلي هيبدا استعداداته بعد انتهاء الراحه السلبيه لانطلاقه الفريق بقى لنسخه الدوري في الموسم الجديد 2020 2021، واللي هتبدا بمواجهه مصر المقصه في الاسبوع الاول من المسابقه المحليه. اعتقد طبعا يمكن كمان مستر بيتشو موسيماني عنده فرصه خلال الفتره دي انه يرتب. انا اعتقد ان الراجل كان بيحاول يتعامل مع كل مباراه وكل بطوله على حده حسب ظروفها وحسب الاوراق المتواجده. مش راضي على فكره عن الاداء يا احمد، انا اعتقد واعتقد انه جزء كبير جدا وده جزء ايجابي ان هو الفتره الجايه هنشوف برضو الفريق بشكل مختلف، ولكن مع انه الاداء ده بعد بطوله صعبه زي افريقيا وان اللعيبه تبقى بالتركيز ده في المباراتين دول، انا شايفاها حاجه كبيره قوي. اي مدير فني في الدنيا هيتولى مسؤوليه نادي حتى ولو كان صغير، مش كلام حضراتكم على نادي كبير بحجم النادي الاهلي، اي مدير فني هيتولى مسؤوليه نادي صغير هيبقى عايز وقت عشان يعرف القماشه اللي موجوده معاه، يعرف امكانيات اللعيبه اللي موجوده، يعرف اني طريقه لعب تناسبهم. مستر موسيماني ما كانش عنده الرفاهيه دي. مستر موسيماني جه مطالب منه يحسم ثلاث بطولات في المشاوير الاخيره او في المحطات الاخيره لكل بطوله، وكلها بطولات صعبه جدا وكلها مواجهات حاسمه جدا وكلها عانى الاهلي فيها من نقص وغيابات في صفوفه، فكان بيلعب الراجل بالمتاح، لكن فكره وبصمته الكامله اعتقد انها تبان بقى مع بدايه السيزون الجديد، خصوصا انه اضاف له 8 اوراق محترمين جدا، 5 من المعارين اللي عادوا مره ثانيه للنادي الاهلي، وثلاث صفقات قدر النادي الاهلي ان هو يحسمهم، وبالمناسبه هيكون لنا واقفه مع الصفقات، فعنده 8 لعيبه اضافه على السكواد اللي ختم بيها الموسم اللي فات، وبالتالي هيكون عنده اريحيه اكتر في انه يشوف ايه طريقه اللعب المناسبه، ازاي يقدر يطور من امكانيات لعيبته ويستخدم مهاراتهم وامكانياتهم في طريقه اللعب اللي هيخوض بيها الاهلي منافسات مطالب فيها برده كالعاده انه يحسمها ان شاء الله لصالحه. كلمنا بقى عن الثلاثيه. طيب الثلاثيه احنا ليه بنقول الثلاثيه تاريخيه؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم 21 نادي على مستوى العالم قدروا بس ان هم يفوز او يحصلوا على الثلاث القاب في موسم واحد. الاهلي بالثلاثيه دي بيصعد للمركز الاول، يعني هو كان عنده 2005 2006 2006 2007 ثلاثيتين، قدر ان هو يحط البصمه الثالثه او المكسب الثالث او الثلاثيه الثالثه في الموسم الحالي، وده خلاه الاول على مستوى العالم. النادي الوحيد اللي قدر يعمل الانجاز ده قبل الاهلي هو اوكلاند سيتي. الانديه اللي بتيجي بعده في الترتيب زي ما قلت لحضراتكم بايرن ميونخ و برشلونه، وطبعا حضراتكم عارفين يعني ايه بايرن ميونخ ويعني ايه برشلونه. على كل الاحوال لقب كاس مصر اللي جه على حساب طلائع الجيش زي ما قلت لكم، الاهلي فاز موسم 2005 2006 الجيل الذهبي، احرز لقب الدوري الابطال على حساب النجم الساحلي التونسي، وتوج بلقب الدوري كان تقريبا بفرق 14 نقطه عن الوصيف اللي كان الزمالك في التوقيت ده، قبل ما يواجه الزمالك كمان في نهائي كاس مصر ويكسب المباراه بثلاث اهداف دون مقابل. السيزون اللي بعده كرر الاهلي الانجاز، ودي واحده من المراحل الذهبيه، يعني 10 سنين دول حقيقه كانوا ولا اروع ولا احلى، يعني توج بلقب الدوري دوري الابطال في الموسم ده بهدف طبعا تريكا الشهير في تونس على ملعب الصفاقسي التونسي، وبعد كده توج بلقب الدوري المصري، وفي النسخه دي كان بفارق تقريبا 5 نقط بس عن نادي الزمالك اللي جه برده في مركز الوصيف، قبل برده ما يفوز على الزمالك في المره الثانيه ويكسبه في نهائي كاس مصر، نهائي الشهير بنتيجه 4-3. يبقى كده الحقيقه
الاهلي حقق الثلاثيه ثلاث مرات، على عكس انه خدوا بالكم في بعض التقارير قالت ان دي ثاني مره، لكن لا هي ثالث مره بيحقق الاهلي الثلاثيه، وده بيضعه على قمه التصنيف العالمي للفرق اللي حصلت على الثلاثيه. وبالمناسبه بكرر مره ثانيه، 21 نادي بس، 21 نادي بس على سطح الكره الارضيه قدروا يحققوا الانجاز ده. خليني اقول لحضراتكم يعني انه اكيد كتير من صحف الوطن العربي والعالم كمان كانت بتتكلم على انجاز الثلاثيه التاريخيه، ولكن بالتحديد صحف جنوب افريقيا كانت بتتكلم على الانجاز ده طبعا تحت قياده بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، واللي زي ما حضراتكم عارفين خلاص فاز بالدوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا في موسم واحد للمره الثانيه في تاريخه. موسيماني نجح في ان هو يفوز مع الاهلي بطوله كاس مصر وقبلها بطوله دوري ابطال افريقيا، وتواجد على راس الجهاز الفني في باقي مباريات الدوري بعد رحيل طبعا سويسري ريني فايلر المدير الفني السابق للفريق الاحمر. وخليني اقول لحضراتكم قبل ما اقول لكم منشطات الصحف انه من ساعه ما موسيماني جه طبعا النادي الاهلي ما خسرش اي مباراه من ساعه ما موسيماني جه. لو بنتكلم على صحيفه كيك اوف كانت بتقول الاهلي وطلائع جيش، بتقول بيتسو يقود الاهلي لثلاثيه تاريخيه. صحيفه ثانيه كانت بتقول عن تتويج موسيماني بيتسو يفوز بكاس اخر مع الاهلي. الناس في جنوب افريقيا مبسوطه جدا بالانجاز اللي عامله بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، وشايفين انه في وقت قليل جدا قدر انه يحقق ده، فما بالك بقى اللي جاي ان شاء الله يا احمد. اللي جاي شعاره اللي بعده، يعني كل النادي كل جماهير النادي الاهلي النهارده بتتكلم في انه خدنا الكاس، يلا نبص على سوبر افريقيا. وبمناسبه سوبر افريقيا الحقيقه يمكن كان في تضارب كبير جدا فيما يتعلق ب مكان إقامة المباراة وميعاد إقامة المباراة. طبعا الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي حسب ما تم اختار الاتحاد الكرة المصري أنه هيتلعب في مصر، يعني دي نقطة ومن أول السطر، على الرغم من تأكيدات مسؤول نهضة بركان لغاية النهاردة أن هم رافضين أو عندهم رفض للعب مباراة سوبر أفريقيا أمام نادي الأهلي على أرض مصرية. حتى اللحظة مسؤولين في اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة يعني في حالة انتظار وصول خطاب من الاتحاد الافريقي النهاردة ان شاء الله عشان يتم تحديد الموعد الجديد لمباراة السوبر اللي هتجمع بين الاهلي ونهضة بركان المغربي بعد ما تأجلت. كانت مفترض في البداية طبعا من بداية يعني من اواخر الشهر اللي فات، واحنا عارفين الماتش ده كان هيتلعب يوم 10، لكن بعد كده كان في انباء عن تاجيله، وكان في توصيات من المكتب التنفيذي انها ان الماتش ده ان شاء الله يتلعب يوم 18، وما زالت حتى اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها مجرد توصيات، يعني من الوارد ان الماتش ما يتلعبش يوم 18، ومن الوارد ايضا انه يتم اقرار او تحديد ميعاد 18 ديسمبر عشان يكون موعد للقاء السوبر الافريقي. كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نهضه بركان قال الحقيقه انه زي ما قلت يعني فيما يتعلق بموقف النادي من مواجهه النادي الاهلي في مصر في السوبر الافريقي، اكد الحقيقه في تصريحات تلفزيونيه ان هم او انه النادي يعني بيرفض نهائيا مواجهه النادي الاهلي في مصر، وابلغ بشكل رسمي موقف النادي الرافض للنهائي الافريقي على ارض مصريه للكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم، وقال كمان ان احنا عندنا رغبه في ان احنا نلعب على ارض محايده، ولغايه اللحظه دي لم يتم اختارنا او ابلاغنا من الكاف بموعد المباراه بشكل رسمي. طيب خليني اروح معاك للبلجيكي كيفن دي بروين، طبعا لاعب وسط مانشستر سيتي واللي حقق رقم مميز امبارح خلال فوز فريقه بهدفين نظيفين على فولم في الجوله 11 من الدوري الانجليزي الممتاز. دي بروين نجح ان هو يصنع هدف لرحيم ستيرلينج وان هو يحرز هدف ثاني من ركله جزاء. طبعا هو تشيلسي هو دلوقتي مؤقتا متصدر البريمير ليج. هو البريمير ليج السنه دي ملخبط زي ظروف كل حاجه، يعني ما اعتقدش انه الرؤيه هتتضح في مين الفرق اللي هتنافس على البريمير ليج السنه دي. ليفربول عنده فرصته، تشيلسي بيقدم موسم كويس، وارسنال بيقدم، ومانشستر سيتي حاضر حتى وان كان غائب، وارسنال ايضا من الفرق المرشحه للدخول في المنافسه بقوه. وهنتابع النهارده اعتقد كمان ليفربول هيلعب النهارده مع الولفز في مباراة أعتقد هيتابعها كتير من جماهير محمد صلاح وليفربول. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية. برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن كلامنا كله على أنه بعد الفوز بكاس مصر والفرحة وفرحة أفريقيا أنه العين دلوقتي والهدف دلوقتي
حاجة تانية خالص، بنتكلم على السوبر الإفريقي وعلى سوبر محلي. لما نتكلم على السوبر الإفريقي لسه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل كده، لسه إنه في تقارير بتقول إنه هيكون يوم 18 ديسمبر، لسه ده أكيد ولا مش أكيد؟ ده اللي طبعا هيتأكد قريب جدا وهنعرفه مع حضراتكم. خليني بس أقول لحضراتكم إنه زي ما أنتم عارفين بقالنا فترة بنسمع إنه نادي نهضة بركان محتج ومعترض على إقامة السوبر الإفريقي على أرض مصرية أو في مصر، وده ما تم تحديده خلاص أصلا من قبل ما يتم تحديد طرفي طبعا السوبر الإفريقي أو المباراة دي. خليني أروح مع حضراتكم لأستاذ كتابي حسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، ونعرف أكتر طبعا الوضع هناك عامل إزاي. برحب بيك يا فندم في برنامج السادسة. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الاوفياء لهذه القناه الرائعه قناه الاهلي. وقبل الخوض في حديث السوبر لابد ان اتقدم بالتهاني الحاره الى كل مكونات فريق الاهلي على الثلاثيه التاريخيه، ونحن واعون بان هذا الفريق فريق نموذجي في افريقيا، ونسعى دائما الى ان تكون الكره الافريقيه في القمه مقارنة مع الدول الأوروبية وكذلك العالمية. بشكر حضرتك جدا طبعا، وخليني أروح معاك على طول الموضوع المهم طبعا، أنه في تقارير صحفية النهاردة بتقول أنه موعد السوبر هيكون يوم 18 ديسمبر. هل مسؤولي نهضة بركان يعني تم اختارهم بده ولا لسه؟ في حاجة رسمية جات لكم أنه يوم 18 ديسمبر؟ لا، لحد الآن ففريق ديال نهضة بركان و كل مكوناته لم تتوصل بأي كتاب رسمي من طرف الكونفدرالية، بل أكثر من ذلك ففي اتصالنا بأروقة بالمصالح الكونفدرالية فقد أكدوا لنا من مصدر رسمي أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن السوبر، ويبقى الإطار المرجعي والقانوني لهذه المباراة هي الاتفاقية المبرمة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد القطري الذي بموجبه ستتم الى حدود الان ستتم على الاراضي القطريه. واصحح بعد المعطى، فان فريق نهضة بركان لا يعارض على اللعب داخل الاراضي المصريه، بل فقط هو متشبث بالاتفاقيه المبرمه ما بين ما بين الاتحاد القطري والاتحاد الافريقي. ولعلمك سيدتي ولكل المشاهدين قناه الاهلي، ففريق نهضه بركان يكن الاحترام لكل النوادي الافريقيه وعلى راسهم النوادي المصريه، وهو لا يعارض اللعب، بل هو فريق مؤسساتي يعتمد على المرجعيات القانونيه، والقانون المؤطر لهذه المباراه هي الاتفاق المبرمه ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري. وكما تعلمين فالاتفاق شريعة المتعاقدين، ولهذه الاتفاقية تبعات المستشارين وتبعات قانونية. لا بد لنا أن نعرف رأي الاتحاد الإفريقي في الأيام المقبلة. يعني إذا تم إقامة المباراة خلاص والكلام إنه بشكل رسمي هتكون على أرض مصر أو في القاهرة أو في مصر، هيكون إيه موقف نادي نهضة بركان؟ المقابلة لحد الآن فنحن في فريق نهضة بركان، فالقانون الذي يؤطرها لحد الآن هو قانون الاتفاقية المبرمة ما بين الاتحادين، الاتحاد الإفريقي والاتحاد القطري. وفي حالة ما إذا كان هناك تعديل ففريق نهضة بركان آنذاك سيقول كلمته بما يناسب ومصالحه، وهو دائما لا يعارض اللاعب في أي مكان سواء القاهرة أو أي ملعب آخر. يعني نهضة بركان مش هيكون محتج على إقامة المباراة في مصر؟ فريق نهضة بركان لحد الآن كما قلت سيدتي فهو متشبث بالاتفاقية، لأنه الاتفاقية المبرمة
ما بين ولكن احنا يا فندم احنا في ظروف استثنائيه، يعني احنا انا فاهمه انه بقى لنا سنتين المباراه بتتلعب طبعا في قطر، بعد ما كانت قبل كده بتتلعب في ملعب بطل دوري ابطال افريقيا وهو الاهلي، ولكن احنا في ظروف استثنائيه، يعني احنا في موسم استثنائي بسبب طبعا ظروف كورونا زي ما نعم. انت عارف نعم. وحتى بسبب ظروف نعم. الاستثنائيه دي هناك استثناء. اتفضل. نعم، فهناك سيدتي في ظروف استثنائيه كما قلت، اذا ليعلم المشاهدين الكرام في افريقيا وكذلك في مصر، فالاستثناء بوند في الاتفاقيه لم ينص على انه اذا كانت هناك قوه قاهره فسوف تلعب بالقاهره او بمكان بكاس الابطال، اما الان فنحن امام اتفاقيه، فاللوحات الاشهاريه مثلا في استاد الدوحه او للمشهرين حسب المسائل المتعلقه بالتسويق، فلا بد للاتحاد الافريقي ان يتدخل من اجل فسخ هذه الاتفاقيه وابرام، اما البنود الاتفاقيه المبرمه فلا يشير الى اي ظرف استثنائي ولا اي الغاء من جانب واحد. يعني الفكره هي انه حضرتك عايز تقول ان الفكره هي الالتزام بالقوانين، مش فكره ان انتم متمسكين بان يكون على ارض محايده. نحن لم نتمسك باجراء المقابله بميدان محايد، بل نحن متمسكون فقط بمنطوق الاتفاقيه. منطوق الاتفاقيه لحد الان ولحد هذا الحديث معكم مع قناه الاهلي، فلا اخبار جديده. الاطار المرجعي والقانوني المؤثر لهذه المباراه تبقى لحد الان الاتفاقيه، في حاله ما اذا كان هناك اتفاق اخر ما بين الاتحاد القطري وما بين الاتحاد الافريقي حول الغاء هذه المباراه، فالاستثناء كما يقول في القاعده القانونيه الخاص يقوض العام، إذا نحن الآن نعيش في قانون خاص ولا بد من اتباع كل خطوات هذا القانون، أما وإن كان هناك اتفاق مسبق على أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد القطري قد اتفق على عدم إجراء المقابلة ففريق نهضة بركان آنذاك فهو سيقول كلمته وسيراعي كما هو معتاد لدى الفرق يراعي مصالح الفريق ومصالح كرة القدم بالمغربية، هو عبارة عن اتحاد. نحن الآن لا نعارض اللعب في قطر أو في مصر أو في أي ملعب، نحن فقط نحن كمؤسسة نلتزم بالقوانين المؤطرة لهذه المباراة. القانون لحد الآن المؤطر لهذه المقابلة فهو الاتفاق. الاتفاق لا ينص بتاتا عن الإلغاء لجانب واحد، وأنت تعرفين سيدتي ما للاتفاقيات من تبعات اقتصادية ومالية وكلفة مالية بالنسبة للمستشارين، لأن الاتفاقية دائما مؤطرة ميزانية بشركاء، هم هؤلاء الشركاء فهم يراهنون على هذه المباراة من أجل تقديم إشهارهم لمنتجاتهم. طيب. وكذلك وبسبب الظروف الاستثنائية هذا الموسم اسمح لي سيدتي تفضل، لأنه الاتحاد القطري لم يقدم على هذه الخطوة إلا بهدف واحد هو التشهير لشركائه الاقتصاديين والاجتماعيين في دولة قطر وفي باقي بقاع العالم. طيب علشان بس اروح معاك بس فنيا، اذا كان الاتحاد الافريقي قال كلمته بسبب الظروف الاستثنائيه هذا الموسم المباراه هتكون في ارض مصر زي ما اتقال قبل كده، نادي نهضه بركان مش هيكون عنده اي مشكله لانه في ظروف استثنائيه بتحصل زي ما بالظبط نهائي الكونفدراليه اتلعب على ارض مغربيه وكان في خصم مصري وكمان كان في نادي غيني، يعني كمان احنا بنتكلم على النص النهائي والنهائي كان في المغرب وما كانش فيه أي مشاكل أو أي اعتراض من جانب آخر أو من جانب مصري. لو الاتحاد الإفريقي قال كلمته أنه هيكون في مصر، نادي نهضة بركان هل هيكون عنده مشكلة ولا هيكون حاضر؟
لا، نادي نهضة بركان ليس له أي مشكل حول إقامة هذه البطولة في أي ملعب كان، سواء القاهرة أو في بلد آخر محايد، فهو ملتزم غاية الالتزام بتطبيق قانون ولوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تمام. نحن لا نعارض اللعب في على أراضي المصرية، بالعكس مصر هي البلد الثاني لنا، كرة القدم تبقى كرة القدم من أجل المزيد من نسج روابط الأخوة والصداقة التي طبعاً الفريقين معا. وأنتم دايما بتنورونا وبتشرفونا طبعا. الفريق الأهلي هذا، أما الأقاويل، أما من يقول بأن نهضة بركان سوف لن يلعب وهو يعارض، لا، هذا لا يعارض، بل هو يطبق، بل هو يراعي مصالحه الشخصية، وكذلك يراعي الاتفاقيات التي تبرم مؤسستي القضية مع باقي العالم. الآن نحن أمام وضع قانوني يلزم فريق الأهلي وفريق نهضة بركان إلى حدود الآن باللعب بالأراضي القطرية. فهمت حضرتك. أما في حالة اتفاق الاتحاد القطري والاتحاد الإفريقي على فسخ الاتفاقية، فإن القاعدة سترجع قاعدة العامة التي تنص على إقامة السوبر الإفريقي في بلد الذي فاز بكأس الأبطال وهو الفريق الأهلي، ونحن لا نعارض اللعب في أي بلد، بل نحن متشبثون فقط بالإجراء المؤسساتي الذي تنص عليه الاتفاقية. ولعلمك سيدتي، فأنا اطلعت على الاتفاقية فلم ترد أي جملة تقول بأن يمكن لأي طرف من الأطراف إلغاء هذه الاتفاقية، بل إحدى البنود تقول بأنه ستجرى على 3 سنوات بالأراضي القطرية مهما كان الظرف. إذن هنا في هذه البند فهو يلغي الاستثناء الذي تتحدثين عنه سيدتي. شكرا لحضرتك جدا استاذ كتابي حسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضه بركان. يعني الكلام منه انه لو كان الاتحاد الافريقي قال خلاص انه المباراه على ارض مصريه مش هيكون في اي احتجاج من جانب نهضه بركان، وان ده كله كلام بيشاع، ولكن هم شايفين ان هم لازم يبقوا ماشيين طبقا للقواعد او العقد المبرم، وان المباراه تكون في قطر او في الدوحه. وزي ما حضراتكم عارفين يعني ده طبعا كان بقاله سنتين بتقام البطوله في قطر، ولكن قبل كده كانت بتكون في ملعب دوري ابطال افريقيا او بطل دوري ابطال افريقيا هو الاهلي. احنا بنتكلم على ظروف استثنائيه وعلى موسم استثنائي، وعلشان كده كنا بنتكلم انه ناس كتير شايفه انه طب ما نهائي الكونفدراليه وهي دي الحقيقه، النص النهائي والنهائي كان على ارض مغربيه ولم يتم الاحتجاج من جانب المصري، من الجانب المصري. طبعا دي كانت تصريحات حصريه لقناه الاهلي من استاذ كتابي حسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضه بركان. احتفالاتنا مطوله ومكملين ومبسوطين، وانا بس حابه اقول حاجه قبل ما اطلع لفاصل، انه قد ايه الروح الرياضيه اللي شفناها امبارح على فريق الاهلي تخلينا مش مستغربين انه الجيل ده بيقدم بالشكل ده وبيحقق اللي احنا بنشوفه. لو بنتكلم على الثلاثيه او الخماسيه ان شاء الله، لما بتكلم على مش بس بقى لقطه طلائع الجيش وروح رياضيه بين الفريقين، لا، لما بتكلم على لما الشناوي كان بيكلم طبعا مؤمن زكريا بعد الاحتفالات على طول او بعد المباراه على طول، وطبعا كان كهربا مع وليد سليمان، وشايفين الروح اللي هو احنا مش عارفين نفرح من غيركم، انتوا لازم تكونوا معانا. لما بنتكلم على الروح الحلوه بين اللعيبه، لما علي لطفي بعد المباراه بيقول انا اول ما عرفت ان المباراه رايحه لركلات ترجيح دخلت على طول وشفت الفيديوز بتاعه طلائع الجيش واللعيبه وهي بتسجل في انهي زاويه، وكتبتها في ورقه ومنتشره قوي الصوره، هو ماسك الورقه، وقلت للشناوي واديتها للشناوي ان بص ده هتبقى معانا الصوره دلوقتي على الهواء، انه يعني بيعرفوا كل لاعب في طلائع الجيش، بيفكروا بيسجل في انهي زاويه وبيساعدوا، وان الروح تبقى بين الثلاث حراس مرمى بالشكل ده. والله يا جماعه انا لما بسمع وبتفرج ايه الصوره، يعني اول ما عرفنا المباراه رايحه لركلات ترجيح، لا اهو دخل ويشوف الفيديو تاني ويراجعها ويقول للشناوي. لما بسمع على الكواليس بتاعت نوادي كتير، مش نوادي كتير ابدا فيها غرفه الملابس بالروح ده ابدا، الروح اللي في النادي الاهلي دي بالشكل ده والله سبب كبير قوي في الفوز وفي الانجازات اللي بتتحقق دي.
الحمد لله على نعمه الاهلي دايما بنقولها، وده فعلا لسان حال كل الاهلاويه، والفرحه اللي شفناها امبارح دي يا رب تفضل دايما مكمله معانا. لسه الاحتفالات مطوله، وبعد الفاصل ان شاء الله كابتن عمرو الحديدي هيكون مع زميلي احمد سمير. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. على فكره أنا لما قلت إنه البطولة الأسهل ده مش معناه إنها بطولة سهلة على الإطلاق، البطولة الأسهل مقارنة بمشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري العام، مشوار طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج ثبات في المستوى ومحتاج إصرار على النجاح، لكن ده ما ينفيش تماما إنها كانت بطولة صعبة برضو. الحقيقة الأهلي حقق فيها أرقام كبيرة جدا، لكن على مستوى الشياكة أنا بيتهيألي إنه الكاس ده أشيك بكتير من درع الدوري ومن حتى كاس دوري أبطال أفريقيا. مرة تانية مبروك للأهلاوية، وبنحتفل النهاردة بالتتويج بالثلاثية مع واحد من نجوم دفاع النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي، كابتن عمرو الحديدي. أهلا بيك يا كابتن عمرو، نورنا في السادسة طبعا. ربنا يخليك، وشرف لنا أنك تكون موجود معنا وإحنا بنحتفل بتتويج بالثلاثية. الله يكرمك، ربنا يخليك. مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبته ولكل جماهيره وكل الناس الحلوه اللي بتحب النادي الاهلي. موسم صعب واستثنائي، كنت بقول ان ده يمكن يكون، يعني احنا تم الاهلي يتوج بالثلاثيه مرتين قبل كده، لكن بقول ان دي الثلاثيه الاصعب. موسم طويل جدا وشاق جدا، وتعرضت فيه الاداره لهجمات في كل قرار اتخذته فيما يتعلق ليه علاقه بملف الكوره، وتعرضت فيه اللعيبه والفرقه نفسها لحالات هجوم شرسه واستهداف للعيبه باسمها وضرب القط اللبس، ورغم كده ورغم كل وغياب الجماهير الاهلاويه عن المدرجات، وانا عارف يعني ايه جماهير النادي الاهلي بالنسبه للاعيبه الاهلي وهي في الملعب، ورغم كده قدرت الرجاله الحقيقه الابطال انها تتوج بدوري ابطال افريقيا والدوري العام، وامبارح فرحنا بكاس مصر. هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، في حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي قليل الكلام كثير الافعال. احنا بتوع بطولات مش بتوع كلام، هو مش كلام وهبد ورغي وكلام وخلاص. اعرف تملي اللي بيتنقد كتير هو الشيء الناجح. ايوه. اما النادي الاهلي يعني مجلس ادارته بقياده اسطوره الكره المصريه والافريقيه والعالميه كابتن محمود الخطيب، عارف هو بيشتغل ازاي. يا جماعه الراجل ده نجم من النجوم، الملفات اللي هو بيختارها عارف هو بيوزعها ازاي. الترابيزه اللي موجوده كل واحد ليه ملف، من مدير فني لاختيار لعيبه لاداء لعيبه لاجتماعات مع اللعيبه، هو عارف هو عايز ايه. هو انا لما هسمع نقد هرد، هخرج بره تركيزي، هشتت ذهن لعيبتي. طب ما ده كله الحمد لله النادي الاهلي طول عمره صحيح. على مدار السنين بيستبعد ده، مفيش مهاترات ولا كلام بيتقال حواليا. انا بلفت نظري، بس محاولات الاستدراج كانت عنيفه جدا. هقول لك على السنه دي، يعني انا بشوف، انا عارف انه الاهلي طول الوقت مستهدف، لكن السنه دي كان شيء فوق طاقه البشر انها تحتمل. مش عارف احصل منك اي حاجه، مش محوق فيك اي حاجه، فانا ههمد الحته النفسيه، هضغط في الحته دي عشان افقد، اعمل مشكله مع مجلس اداره ولا مع اللعيبه ولا مع الجماهير. مفيش جماهير، هتدور على مشكله، مفيش ملعب. انا بيتهيالي كمان كابتن عمرو انه غياب الجماهير عن مدرجات يعني جرأ البعض او شجع البعض على التمادي في الاتجاه ده، يعني بيتهيالي لو جماهير الاهلي كانت بتبقى حاضره في مدرجات وبتتفرج على ماتشات ما كانش الكلام ده حصل خالص. ما كانش الكلام ده، تسمع الكلام ده خالص. عارف ان ده السد المنيع او الدرع الواقي لاي مواضيع. قائد صد عنيف بصراحه. بص، وبرده شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ انك باعد اللعيبه عن كل الموقف ده. لو في اجتماع او في اي محاضره من المحاضرات قلت يا جماعه انتوا ليكوا الملعب، اللي بيرد عن كل الاسئله دي النادي الاهلي رد. صحيح، ورد كان جامد قوي. الرد كان شديد شويه. اول رد ليهم التشكيك في امكانيات اللعيبه. اللعيبه اللي كانوا بيشكوا في امكانياتها ظهروا بالمستوى اللي احنا ما كناش نتخيله. ادي واحد. اثنين، تشكيك في امكانيات المدرب. الراجل في شهر ولا في 25 يوم جاب بطولتين. فاضل له كمان ثلاث بطولات، فاضل له كمان شويه يجيب بطولتين. في الشهرين يعني 60 يوم، يعني بمعدل كل 12 يوم في بياخد بطولة. مش ده تاريخ لي؟ واضافه لدولاب النادي الاهلي من انجازات. احنا بنقول النادي الاهلي في عز ما بيحصل كبوه وبيحصل ما يحصل انكسار، النادي الاهلي هو ملك فرحه المصريين. صحيح، بيعرف يفرح الناس كويس قوي. والثلاثيه دي تحديدا ليها طعم تالي. خلينا نشوف تقرير كابتن عمرو مع الاهلاويه اللي بيتابعوا السادسه، نشوف تقرير عن تتويج الاهلي بالثلاثيه ونرجع نبتدي كلامنا مع حضرتك. ماشي. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي المخضرم بيتسو موسيماني إسعاد جماهيره الكبيرة بعدما اقتنص البطولة الثالثة له هذا الموسم عقب التتويج بكأس مصر للمرة 37 في تاريخه،
محافظا على رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجا بالمسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 على نظيره طلائع الجيش خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرض استاد الجيش المصري في مدينة برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. المارد الأحمر تأهل لنهائي الكأس بعدما تجاوز بني سويف بنتيجة 3-1 في الدور الأول، ثم تخطى عقبة الترسانة بهدفين لهدف في ثمن النهائي. وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي، ثم تغلبه على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة. جول التعادل، حسين الشحات كرة عالية خطيرة، راسية تعدي والهدف جول جوه جول. منافسات كأس مصر هذا الموسم شهدت مشاركة 36 لاعبا من كتيبة الشياطين الحمر يتقدمهم حسين الشحات الذي شارك في كل مباريات الأهلي بالمسابقة هذا الموسم بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشا وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في 3 مباريات. وسجل خط هجوم أبناء قلعة الجزيرة 10 أهداف بواقع 2 في المباراة الواحدة مسجلا في كل مبارياته بالبطولة، ويعتبر هداف الفريق في الكأس بنسخته الأخيرة وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد 2، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشا ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ. وللمرة الثانية يحقق فريق الأهلي الثلاثية في تاريخه بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006 عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك. ونجح الأحمر في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر. وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يتوج بدور أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية بتتويجه بكأس مصر على حساب الطلائع. النادي الأهلي تساوى بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضا، حيث حققها البارسا في عامي 2009 و2015، بينما حققها العملاق البافاري في عامي 2013 و2020. كنت الأول بقول إنه اللعيبه اللي لعبت كوره او اللعيب اللي لعب مع النادي الاهلي حتى موسم واحد خد بطوله، امبارح خليني اقول لحضراتكم في ناس لعبت 90 دقيقه بس خدت بطوله، ده النادي الاهلي ودول نجوم النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي، والبقيه تاتي ان شاء الله. مره تانية برحب بضيفنا في السادسه نجم النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي، مره تانية اهلا وسهلا بيك كابتن عمرو. امبارح مثلا بدر بنون كابتن عمرو يعني 90 دقيقه بطوله كاس على طول كده، يعني بدءا ذي بدء زي ما بيقولوا.
بص النادي الاهلي هو حد هو حاسس من بطوله افريقيا لما نزل وبس زمايله وبارك لهم على المباراه. أيوة. ساعه النهائي نفس الكلام. هو الراجل دلوقتي بقى عمود من اعمده النادي الاهلي، بقى كيان من ضمن بصفتك طبعا من المدافعين التقال في تاريخ النادي الاهلي. ايه رايك في صفقه بدر بانون؟ انا هاخد رايك في صفقات الاهلي وفي المعارين اللي رجعوا لبيتهم مره ثانيه، بس عايز اسمع رايك في بدر بعد ما شفته امبارح في ماتش الطلائع. احنا مقتنعين ان كل لعيبه شمال افريقيا عندهم ثبات انفعالي وهادين عننا شويه. هو مع الوقت هو قدم اوراق اعتماده امبارح، حتى الناس كانت قلقانه وبيشوط ضربه الجزاء. ناس انا بقيس مجمل ما بقيس بالقطعة. أيوة. ألعاب الهوى إجادة، كرة طويلة بالمسطرة، ضربة الجزاء ثبات انفعالي غير عادي. إن هو بيقدم اعتماد أوراقه في 90 دقيقة لنهائي كاس مصر. رايح بطولة تانية طبعا. الاختيار موفق، بس هو عايز كمان شوية شغل جامدين عشان الرفع يشتغل على جسمه. قوة بدنية جدا، قوة بدنية. وهو خد بالك وهو بيزيد كورته احسن من كده بكتير، شفناه في مباراه الزمالك. ايوه ده مطلوب، مش عايزينه يعني يبقى محجم امكانياته تقليدي في حته السرد باك وبس. اوكي، يعني شايف انه عنده كمان مساحه ان هو يطور من بس احنا مش هنحكم في مباراه واحده، اللي جاي احنا حكمنا عليه اللي احنا شفناه. ايوه اللي جاي بقى الاهم. دي ضربه الجزاء لعبها بانون استاذ ورئيس قسم بصراحه. طبعا يعني. انا عارف انه شويط حلو، بس بصراحه حطها امبارح في مباراه في النهائي في اول ظهور ليه بالظبط، بيتهيألي بيبقى برضه لود على اللعيبه كابتن. طبعا طبعا، يعني بظهر قدام جمهور بالفانيلا الحمراء لاول مره. هل انا صفقه ناجحه ولا صفقه فاشله؟ هي بتتقال كده. أيوه. احنا مصريين هنقولها كده. بس هو بامكانياته بالاسلوب بالثبات الانفعالي. أيوه. وبالتوجيه ده لا نقول مش هندي رقم كبير قوي. طيب هنقول 8 من 10. قبل ما اتكلم كوره ونختم سيزن بالتتويج بالثلاثيه واروح معاك لموسم جاي، عايز اشوف اتكلم معاك بره الكوره شويه في لقطه شفناها في، يعني انا بتهيالي اللقطه دي كملت الصوره الحلوه بتاع ماتش نهائي كاس مصر، الممر الشرفي اللي عامله لعيبه النادي الاهلي لفرقه الطلائع، روح رياضيه جدا الحقيقه اللي تحلى بيها الجهاز الفني ولاعبو طلائع الجيش وهم طالعين بيباركوا لعيبه النادي الاهلي وهم طالعين يستلموا ميداليات المركز الثالث. رايك ايه في الحاله دي؟ استاذ احمد تملي، احنا عندنا الجديد، كل حاجه في النادي الاهلي جديده وتقلد، مش احنا اللي بنقلد. يعني اللي احنا شايفينه المفروض العكس، يعني كانت تظهر من طلائع الجيش يعملوا ممر تتويجي ويباركوا، لا البطل تملي هو اللي بيقلده الوصيف. وقفوا روح جميله قوي من الكابتن العشري والجهاز المعاون بتاعه، كابتن محمود ولا كابتن ياسر ولا كابتن سيد زويركي ولا استاذ محمد مختار ولا يسري ولا العميد احمد، كلهم يعني خلاص الماتش خلص بضربات جزاء. أيوة. فالابتسامه اللي بقول مبروك وانا النجم بقول هارد لك، صحيح اديت وعملت اللي عليك، ده الطبيعي، ده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي. أيوة. بيظهر ما هو جديد، حتى يمكن انا كنت بقول لحضرتك في الفاصل طريقه التكريم كانت امتع واشيك من بطوله افريقيا. أيوة. خدت بال حضرتك الخطوه الاولى من الشناوي لكابتن محمود الخطيب ثم كبير اللوران، بعد كده السلام على معالي الوزير اشرف صبحي ثم الاستاذ عمرو الجنايني ثم اللي كانوا موجودين بالكامل، هو ده النادي الاهلي. حتى الشناوي لما خد الكاس نزل للعيب لعيب لعيب. طب تسمح لي اعلق هنا كابتن عمرو على النقطه دي، لانه طبعا مع كامل التقدير والاحترام بالتاكيد طبعا احنا بنتكلم على نجوم رياضه، بالتالي كل واحد مقدر تماما حجم المسؤوليه، بس انا شايف انه المشهد ده كمان مرتبط بالمنظومه. المنظومه المنضبطه او اللي بتاكد دايما على فكره المبادئ والانضباط ده يكون نتيجتها. احنا امبارح شفنا لقاء بين النادي الاهلي وهو مؤسسه رياضيه عريقه جدا ليها مبادئها، واعتقد في مواقف كتيره جدا مش هقدر اسردها دلوقتي تعبر وتعكس ده. وكمان حقيقه فرقه الجيش بتنتمي لمؤسسه في غايه الانضباط وفي غايه الاحترام، وبالتالي كان يليق بيهم هما الاثنين ان هما يطلعوا لنا او يصوروا الصوره الحلوه دي والمشهد ده اللي اعتقد انه يليق بالرياضه المصريه بالكره المصريه على وجه الخصوص. فبالتالي الانضباط هنا كمان انضباط مؤسسه قبل ما يكون انضباط لاعبين او نجوم كره قدم. احنا مش في وقتها بناخد التعليمات، احنا عارفين ان دي مبادئ بتورث. تصرفات الكابتن وتصرفات الجهاز وتصرفات مدير الكوره للانطباع على اللعيبه، الموقف او المشهد اللي احنا شفناه. صحيح. احنا لسه كنت بقول لحضرتك بيقلدونا، مش احنا اللي بنقلد.
احنا زينا زي الاوروبيين. سعيد جدا لو لو المشهد ده يتكرر في كل مباريات هو ده المفروض الكره المصريه. احنا نادي صغير نادي كبير دي حاجه تضيف لاسمه. استاذ احمد احنا لما بنقول للكسبان الف مبروك وبنقول للخسران هارد لك، مش هترجع الماتش، مش هترجع النتيجه، بس بتظهر لكل الناس الاسلوب والرقي والمستوى والسيمتريه في الاداء والطريقه السليمه اللي بتشجع اسم مصر، اللي يعني بنقول عليها بتوصل في كيان بسيط اسمه النادي الاهلي. يعني احنا بنعرض مصر، مصر بتشمل النادي الاهلي ونادي الجيش في مباراه نهائيه. مصر بقى بتتعرض لكل الدول بالاسلوب اللي احنا شفناه، بالاسلوب الراقي، بالاسلوب بالثبات، بالرقي، بالتطور، بما هو جديد. واذا كانت الدوله نفسها يعني ممثله في دعوه الوزير اشرف صبحي يمكن من قبل ماتش النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا تمام. بتقول لا للتعصب، وان في مبادره بترعاها الدوله او بتدعمها الدوله، وان الموضوع ده مش مرتبط بفكره انه في مباراه نهائي دوري ابطال بطوله كبيره بين ناديين مصريين اهلي والزمالك، واحنا عارفين النديه والمنافسه الكبيره جدا بينهم، لكن بتقول ده منهج عمل. انا بيتهيالي انه فكره انك تغذي، يعني اذا كنت عايز تحارب التعصب يبقى اكد على معنى الروح الرياضيه، وده ما يبانش في شعارات او ما يبانش في ندوات، ده يبان في مشاهد في لقطات زي اللي شفناها في الملعب امبارح. التوجيه مش للعيبه بس، توجيه لكل المنظومه. ما انا ممكن اكون انا صاحب الموقف او صاحب المكان وبغلط. ايوه ما احنا شفنا طارق حامد في الالتحام مع عمرو السولية قاموا سلموا على بعض، كهربا في كره مع ساسي. احنا بقى بنقول الفلفل والشطه اللي بيحلوا الكلام، فانا عايز اعمل بروباجندا كبيره فبقول ازاي ما يسلمش عليه، ازاي ده يقف كده. هو الميديا مش مستحمله. هو لا للتعصب عشان السلوك بتاعنا. طب الناس كويسه مع بعض، الزمالك كسب الاهلي والاهلي كسب الزمالك كتير، ايه المشكله؟ ايه المشكله في ده؟ هو من هنا هنقول الدنيا القطر هيقف وميه المحيه هتنتهي؟ هعيد تاني وهفكر في بطوله واتنين. العقول اللي تستوعب ده. نتكلم كره شويه بقى كابتن عمرو، ايه رايك بره الموضوع؟ يعني النهارده كنا بنتكلم في انت لسه بتقول فتره بسيطه جدا تولى فيها موسيماني المسؤوليه، وجه الحقيقه من الدار للنار، يعني الراجل حتى ما خدش فرصه انه يقرا يحضر يتعرف على امكانيات الفرقه بشكل يعني كبير جدا، ورغم كده دخل على الدوري في ماتشات صعبه جدا، دخل على دوري قبل نهائي ابطال افريقيا في نهائي، دخل على قبل نهائي في نهائي كاس مصر، وقدر يحقق الثلاثيه. شايف الفتره اللي تولى فيها موسيماني المسؤوليه في الاهلي تقييمك ليها ازاي؟ وشايف انه الراجل ده قدم اوراق اعتماده لسه ولا محتاج فرصه اكبر في بدايه السيزون اللي جاي؟ بص يا استاذ احمد، بالنسبه لمستر موسيماني بدا من ما انتهى مستر فايلر، مش محل الراجل عمله. ايوه بدا ودارس وفكر ومتعايش مع النادي الاهلي وعارف مين المكان اللي هو جاي يمسكه، وما ترددش لحظه. اي مدرب في اي حته لو قلت له النادي الاهلي هيجي جري، ما فيهاش، مش هيفكر. سيبك من الماديات، من الماديه هنتفق عليها مجلس اداره واللي خاص بالملف بيني وبين المدرب. الراجل بدا حافظ لعيبه النادي الاهلي، اتعامل او عامل اللعيبه بالعامل النفسي، اهم حاجه تواصل مع اللعيبه بالعامل النفسي، اذا كان هو بيشتغل معد الاحمال، مدرب الحراس مستر يانكون، مدرب الاستاذ خالد القائم بالعلاقات، المدير الفني اللي بيترجم له خطوات كل لاعب اذا كان من الخصم او من اداء لاعبته. أيوة. ازاي بينقي نقط الهجوم للنادي الاهلي وبيهاجم بيها، وازاي بيتلاشى نقط الضعف اللي في فرقته وبيستبعدها. في امور فيها سلبيات بتتعالج. الراجل مش معاه عصا سحريه هيغير ده كله. كتير قوي قالوا ان كتير عليه انه يمسك من افريقيا نادي الاهلي، ليه يا جماعه؟ الموضوع مش صعب. طب ما احنا عايزين نتبادل، ما الراجل حقق اللي ما حققوش مدربين ابطال واجانب واسماء ومصريين ما حلحقوش في مده زمنيه بسيطه. والبقيه تاتي، هل من مزيد؟ الراجل بيقول لك انا من المفارقات الحقيقه امبارح انه في اصوات، يعني بدون ذكر اسماء احنا، بس في اصوات كتير جدا كانت بتهاجم اختيار النادي الاهلي لموسيماني، هي نفسها اللي كانت بتشيد الحقيقه بتجربه موسيماني بعد التتويج بالثلاثيه. اهو يعني نفس الكلام. يعني انت رفضت ودلوقتي ايدت. لا مش رفضت، انت هاجمت. انت هاجمت. ماشي، انت هاجمت. في هاجمت انك انت مش حابب. ودلوقتي ايدت عشان التتويج. طيب الراجل ده وهو شغال عمل المعادله الصعبه بسرعه الزمن في وقت بسيط، حقق ثلاث حاجات. مما انتهى فايلر دوري عام، تحقيق بطوله افريقيا، تتويج كاس مصر. أيوة. لسه السوبر الافريقي ولسه السوبر المصري. الناس بتقول الاداء، الناس عايزه من النادي الاهلي ثلاث حاجات: اداء وسكور
واستحواذ، وحاجة رابعة بسيطة جدا نصب السيرك. في الماتشات اللي زي دي لو الكورنا بربع جون الأهلي خد البطولة. الراجل في كل المؤتمرات بيقول لك إيه، الفرقة اللي قدامي أجادت بس أنا حققت المعادلة الصعبة وخدت البطولة. تمام، أنت هتبقى مع اللي حقق وبعدين عالج. طب وصلح. معلش، طب معلش برضه دي حته شغله جمهور الاهلي بشكل كبير. شايف انه كره موسيماني ظهرت مع نادي الاهلي؟ يعني تقدر تقول انه موسيماني قدم الفكر؟ يعني احنا عارفين مثلا انه مستر فايلر اول ما مسك كان ليه طريقه معينه في اداره الفريق، كان ليه في كوره معينه واسلوب معين بتلعب بيه الفرقه. كان في لسه وقت يا استاذ احمد. ما انا عارف لسه في وقت. انا معترف تماما انه الراجل ما كانش عنده رفاهيه الوقت، وعارف انه السيزونين يمكن داخلين. انت الماتش ده الشهر ده عندك اربع ماتشات ثقيله جدا، عندك هتلعب في بدايه دوري ابطال افريقيا، هتلعب سوبر افريقيا، هتلعب هتبتدي دوري، وهتلعب مع الزمالك في الدوري المحلي. السوبر المحلي لسه يمكن بيقولوا هيبقى بين يعني اعتقد انه هيبقى في فبراير اللي جاي. فاوريدي الراجل ما عندوش حتى وقت يعني يحضر نفسه لسيزون جديد. السيزونين تقريبا لازقين في بعض. هو في الفتره اللي هو بيقدم فيها اعتماد اوراقه الناس مش عايزه تشوف اقل من اداء ماتش الوداد. الاداء والمكسب هنا وهناك، احنا ما تعودناش ان احنا نكسب بره ونكسب جوه. كنا بنقول نتعادل بره ونيجي نكسب جوه، او نكسب في مصر ونلعب على البونت هناك. لا، هو جرأنا احنا مش احنا بقى جماهير النادي الاهلي، مش هنقول لعيبه النادي الاهلي، احنا شفنا اداء هايل. بس الضغوط والميديا والاعلام اما بيمسك حد يعني ضغط على قفشه قوي، وضغط على حسين قوي، وقبليه كان ضغط على كهربا، وقبليه كان ضغط على مؤمن. سيبوا الناس على مروان، سيبوا الناس شويه. انا قلتها في كذا برنامج لمروان، مالكش دعوه بحد، انت هداف النادي الاهلي، هداف مصر، النقد لا يفسد الرد قضيه. مش هيضايقني، انت نجم النادي الاهلي، اسمع وخلاص. النقد بناء مش هدام، اسمع وخلاص. انت في نجم النادي الاهلي، مش محتاج. كهربا كنت متاكد بكرم ربنا ان هينزل يجيب جول امبارح. استاذ احمد، في حاجات بتحصل ممكن الناس مش واخده بالها. اما يبقى الماتش شغال وفضل خمس دقايق على انتهاء المباراه ووصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه، ويحصل ان علي لطفي يجيب ضربات الجزاء الخاصه بالجيش وبيراميدز واداء لعيبه الجيش في التسديد على بسام، مين بيعمل كده؟ مين بيخرج من اطار الماتش عشان يقول لزميله اللي انا بتمنى ان انا اكون بكون في الملعب ان انا خايف عليه؟ هنا المكسب، مش النتيجه، مش كاس او درع او بطوله. كان في صوره الكابتن علي لطفي يمكن عرضناها في اول حلقه، الورقه اللي عملها هو كان منزل فيديوهات كل لعيبه الطلائع قبل المباراه، نزل شاف وراجع وظبط قايم بدور مدير فني. قايم بدور مدير فني، تتحسب للمدير الفني اللي موجود ان محبب الكيمياء ما بين الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ماشيه. هو ده الحته الثانيه قبلها في افريقيا، ياسر ابراهيم جوه قناه النادي الاهلي وهو موجود بيقول احنا بنحب بعض، مين يلعب مش مشكله، انا بتمنى وانا قاعد بره لزميلي ان ربنا يوفقه ونكسب. هو ده المكسب، ما هو ده اللي هيجيب كل البطولات اللي جايه. انا عندي الروح ان انا العب واتمنى لزميلي الخير لغايه ما يجي لي معادي. كل واحد فينا بيحسبها بطريقته. دي الصوره يا كابتن عمرو اللي كنا بنتكلم. هو بيقول ايه؟ علي لطفي بيقول انا جهزت وحضرت والشناوي قالها في اوضه اللبس، انا حضرت، انا عيني مع علي، وبيقول لي كل كره رايحه فين، الاتجاه فين. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي الحب، هي دي العيله. احنا بيت النادي الاهلي العيله. تقييمك لصفقات الاهلي اللي ظهرت معاه في بطوله الكاس؟ احنا شفنا طاهر وشفنا بدر وشفنا من المعارين اللي رجعوا، يعني مش هقدر احكم على ناصر لانه ناصر ما خدش قوي، لكن اكرم ممكن احكم عليه، صلاح محسن ممكن احكم عليه. احنا مش اول مره يا استاذ احمد نحكم على اللي موجودين. بدر ولا طاهر هم الوافدين من الخارج. احنا شايفينهم ادائهم لسه شويه هيجوا مع النادي الاهلي. ما انا عايز منك برضو ابن النادي الاهلي، يعني الاهلي ما بيجيبش حد الا ما يكون نجم. يعني طبعا طاهر في فرقته كان نجم الحقيقه، ومع منتخب الاولمبي نجم كبير، وانا شايف طاهر ليه مستقبل ان شاء الله باذن الله يكون كبير. وبدر برضو مع فرقته كان نجم، لكن اقصد اقول لما النجم بيجي النادي الاهلي محتاج ايه عشان يخش في جو الفرقه، ومحتاج ايه لانه ده مش اول دي تعتبر اول خطوه. يعني وانت في نادي الاهلي انت جاي نجم، بس عشان تبقى نجم النجوم وتبقى قد تيشرت النادي الاهلي محتاج تشتغل على ايه بسرعه. هنتكلم زي ايامنا واللي موجود دلوقتي. انسى انت كنت جاي منين، وتاقلم مع انت فين دلوقتي. انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي
مطلوب منك بطولات، مطلوب منك اداء، مطلوب منك ان ال11 لاعب نجوم اللي على الدكه قبل اللي في الملعب ما تفكرش في حاجه اصل طاهر اقل من فلان، مش هنسمي بالاسماء، اصل محمد اقل من احمد، اصل عمرو اقل من كابتن علاء عبد الصادق. لا، انا ما جيت النادي الاهلي كنت ببص للكابتن علاء عبد الصادق بالالتزام واقلد، ابص لابو الدهب واقلد، ابص لكمونه واقلد، ابص لجمال السيد واقلد، ابص لمشير ابن النادي الاهلي واقلد. هو ده، انت جيت النادي الاهلي خلاص الموضوع منتهي، تعايش وتاقلم، والمفروض منك لو في تركيز و10 من 10 لا يبقى 20 على 10. احنا شفناه ياسر ابراهيم، زمالك، سموحه، النادي الاهلي، تركيز 300% اداء هايل في مباراه الزمالك نهائي بطوله افريقيا، اداء هايل. ما هو بالترتيب اهي، انت المفروض بتتعلم، انت جاي من مدرسه، عفوا انا مش بقلل من قيمه الانديه، جاي من مدرسه ميري رايح مدرسه انترناشونال، وانت رايح المدرسه دي اللي هي النادي الاهلي قرب من اللعيبه اللي هم الكيان بتاعهم اللي اتربى من الصغر من العشر سنين ومن 11 سنه. أي. انا كنت بقول للكابتن شوقي غريب، كابتن انا رايح النادي الاهلي اعمل ايه؟ يقول لي اعمل واعمل واعمل النادي الاهلي. اقول للكابتن صابر عيد، اقول للكابتن مصطفى الزفتاوي، اقول للكابتن خالد دبل فتوح، اقول للكابتن خالد عيد، بتعلم. وفي الاخر خالص اقعد مع الكابتن سياجي رحمه الله عليه يقول لي اعمل واعمل النادي الاهلي لطقوس لازم تتماشى معاها. انت رايح بيت جديد، البيت الجديد ده ليه انضباطات في الدخول وانضباطات في الخروج. الانضباط مطلوب منك من اول يوم دخلت فيه، انت بتتعلم كده، واللي بتعمله بره 100% تعمله في الاهلي 200 300%. وغير بقى ان معاك ادوات مساعده هايله ما بتحسكش انك غريب. ايامنا كان الكابتن شوبير والكابتن اسامه والكابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن رضا كل اللي كانوا موجودين. دلوقتي الشناوي والكبار، هنقول مين؟ وعلي معلول، ما خلاص احنا مش حاسين علي من تونس، احنا حاسين علي من النادي الاهلي. صحيح. متولي معاك، كاب سيد ربيعه، كاب سيد قريب من سنك، رامي، سعد، بص الحب، ايمن اشرف برضو، ايمن اشرف اهو طلع بره ساب بصمه النادي الاهلي في سموحه ورجع من سموحه للنادي الاهلي، بيتي القديم هو هو، انا ما اتغيرتش، ما انا اتربيت من الصغر على ايه، فانا علمت غيري ورجعت لبيتي تاني. طب انا هبعد عن الاهلي واولاد الاهلي شويه عشان في جمله كده بقت بسمعها تقريبا تقريبا شبه مكرره، فكره ان الاهلي بيفوز بالحكام، يعني بعد كل بطوله لازم تلاقي النغمه دي، النغمه دي ما بتخلص ولا حاجات قديمه مش هنسمع فيها؟ حكام ومش حكام ايه؟ ايوه يعني هي ما بص اللي هتلاقيه بيهبد وبيتكلم في الموضوع ده هتلاقيه بيتكلم عشان ايه؟ يفسد عليك فرحتك. ما انا ما عرفتش اجاريك يبقى اضايقك وافسد عليك فرحتك. طب هتفسد عليا فرحتي ايه؟ هتقول ما انا خدت البطوله خلاص. هتنوه عن الحكام، حكام ايه؟ ايه اللي حصل؟ احسن حكام موجوده الحنفي والبنا، طب عملوا ايه؟ ما في حد يعني اتكوى من نار الاخطاء التحكيميه، ما هو انت يا استاذ احمد غير المقصوده زي النادي الاهلي، ما هو انت حضرتك عايز يبص للكوره في نهايتها ما بيبصش لبدايتها. الكوره اللي بيعلقوا عليها الناس بص في اولها، ما تبصش في نهايتها. ما تبصش في الجزء اللي انت عايز تعلنه. انت عايز تتكلم عنها. مش استاذ احمد اللي بينقد عايز يتكلم عنها. طب اتكلم في بدايتها، ما هي الشده بدايتها من احمد اخو من اخو احمد اخو محمود علاء. الشده منين؟ هي بدايتها وهي في الهوا. خلاص انت بتحسبها ازاي؟ طيب على كل احوال احنا بنحتفل، مبروك علينا وخلاص، مبروك علينا ومبروك على كل جماهير اهلاويه، ولسه احتفالنا ليه بصمه خاصه من كابتن عمرو الحديدي. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد ما نجهز لحضراتكم بقى بتفاصيل الاحتفال. على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم، ويعني الحقيقه كابتن عمرو ما رضيش النهارده يجي واحنا بنحتفل بالثلاثيه من غير ما يسيب بصمه، يعني دي تورتايه القرن الحقيقه. تورتايه تليق بالثلاثيه الحقيقه، وعليها نجوم النادي الاهلي منورين مع درع دوري، مع كاس مصر، مع كاس دوري ابطال افريقيا، احتفال مع نجوم الاهلي اللي منورين وحاضرين طبعا في الصوره. ميرسي جدا كابتن عمرو، يعني دايما ايدك مش فاضيه يا كابتن عمرو، دي اقل حاجه للنادي الاهلي، وان شاء الله نعمل الاكبر منها وفيها الخمس بطولات كاملين. خش بيها موسوعه جينيس، يعني حاجه مكلفه. بص يا استاذ احمد وساره، النادي الاهلي خيره على الكل، لعيبه، جماهير، مجلس إدارة، وكانوا لعيبة في يوم من الأيام. أيوة. أقل حاجة بنقدمها لعيبة النادي الأهلي ده والمجلس إدارة النادي الأهلي، بنكرم بطريقتنا اللي بنعرف نكرم بيها.
ده استطاعتنا ان احنا نعمل دي. كل مره كابتن عمرو بيتكلم عن النادي الاهلي بص عينه بتبقى عامله ازاي، الدموع جوه محبوسه كل مره. انت بطلت كوره من كام سنه تقريبا كابتن عمرو؟ بالظبط انا اخر حاجه كان صعود امبري الدوري الممتاز 2002 دي اخر حاجه. ومع ذلك ارتباطك بالنادي الاهلي بيتهيالي انه ما قلش او 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 انه ده بيزيد يعني. لا هقول لك على حاجه انا كنت قاعد مع ابني امبارح وانا بنتفرج، لا اللعب اسهل بكتير بكتير، اللعب اسهل من فرجه بكتير بكتير. هسا هتأدي وهتلتزم وتعمل نفسك فيه وانت بتتفرج انت شادد نفسك، وما بالك يعني اذا كان اللي في الملعب اعصابه كده من اللي بره بيبقى شكله ايه. صحيح. يعني النادي الاهلي كيان كبير انا بعتبره في موسوعه الكوره مجلس الشعب، مفيش حد ما بيتمناش يخش المكان ده. السيزون اللي جاي اسهل من وجهه نظرك؟ احسن بلاش اسهل. هقول لك على حاجه، في حاجه سهله قوي بتبسط الموضوع اللعيبه لو عارفه ايه اللي هي عملته هتسهل على نفسها السنين اللي جايه كلها ان شاء الله. هنحتفل بالخماسيه قريب يا كابتن عمرو ان شاء الله ان شاء الله. هما دلوقتي خلاص رايحين في مشوار تاني. كل لعيب يتاكد ان هو عمل اللي عليه في سوبر في دوري، كله عينه على العالميه اللي رايح لها المشوار التاني الاكبر بكتير. الاكبر ده مطلوب منك جهد تركيز وسيبها لله، ما تفكرش بقى بعد الشر اللي تتصاب يحصل لك اي حاجه، كل دوت مقدر عند ربنا، انت بتنفذ اللي عليك والباقي عند ربنا. عمر ربنا ما بيجيبش غير الخير، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. عند ربنا كل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. الجاي احلى لكل الاهلاويه بطولات ان شاء الله باذن الله، قادرين رجاله الاهلي وابطالهم وابطاله ونجومه على حسمها، وان شاء الله باذن الله مشوار السنه الجايه هيكون احسن من مشوار النادي الاهلي السنه دي. كل المقدمات بتؤكد على ده، مطلوب بس نحافظ على مستوانا، نحافظ على نفس مستوى الاصرار، نحتفظ بنفس القدره على بذل الجهد، وان شاء الله الظروف الصعبه اللي قابلتنا صعب قوي انها تتكرر معانا السنه الجايه، وان شاء الله باذن الله رجاله الاهلي دايما جاهزه ورجاله الاهلي دايما حاضره لحصد كل الالقاب والبطولات. شرفتنا ونورتنا والف مبروك مره ثانيه كابتن عمرو. الله يبارك فيك وميرسي جدا على الكادو الجميله دي. بنحتفل النهارده بالثلاثيه وعينينا على اللي جاي احمد والتحديات اللي جايه، وان شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم قريب ثاني بالقاب جايه كتير. طورنا النادي التورته ولا ما بعرفش انا لسه قايله لك اني ما بعرفش. يلا يلا اهو يلا معود جماهيره على رفع الراس وعلى هيلة هيلة